جمعية القرآن يا إخواني صرح تشامخ ضج بالإيمان فيها التسابق في الكتاب وفضله أنعم بفتيتهم من البلدان من كل حدب مسرعون توافدوا ضمتهم الخرطوم بالأحضان صدحوا بآيات الكتاب ورتلوا فتدلت الرحمات كالأفنان. اشرب الماء. لا بس طيب وفقك الله. ابدأ من قول الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من بعدهم لا نفرق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من قبلهم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أنزل على موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أولئك ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق والله لا يهدي كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يفقهون إذا رجعوا إليهم لعلهم يعلمون لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون حسبك واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون
واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وكنوز وجنات ونعيم واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وزروع وكنوز وجنات وعيون. أنا قرأت هذا. تفضل. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين حسبك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم بين معاني الكلمات الآتية أكمامها أوعيتها كبر عظم وشق مثل الأولين صفتهم وقصتهم العجيبة لا يغني مولا لا يدفع قريب ولا صديق بصائر للناس بينات تبصرهم سبيل الفلاح بارك الله فيك وشكر الله لك.